الشاعر توفيق أحمد، نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب، المدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب لعامي 2015-2016، معاون المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لمدة 9 سنوات، أديب وشاعر وله 9 دواوين شعرية بدأ بطباعتها منذ عام 1988، ومن عنواناتها أكسر الوقت وأمشي، لو تعرفين، نشيد لم يكتمل، لا هدنة للماء، جبال الريح، آخر أول الطقس، حرير للفضاء العاري. شارك في مهرجانات الشعر والأدب في كل محافظات سوريا وبعض أقطار الوطن العربي، كما ألقى أشعاره في تونس والجزائر واليمن وفي مديرية الثقافة في مدينة ميونخ بألمانيا. أعد وأشرف على عدد كبير من البرامج التي تهتم بالخدمات والثقافة وحاجات المواطن في محافظات القطر. أعماله الشعرية للمرة الثالثة هي الآن قيد الطبع. تم تأليف كتب نقدية عدة عن مسيرته الشعرية. الشاعر توفيق أحمد، أهلا بك. أهلا ومرحبا بك الشاعر والإعلامي توفيق أحمد، نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب، في منبر مبتدأ الكلام. أهلا ومرحبا بك دكتورة زينب، وشكرا للمقدمة ولإنجاز هذا التقرير، وأنا سعيد أنني في الفضائية التربوية السورية. نحاول أن نليق بشاعرنا، اسمح لنا أن نفتح باب الحديث مع حضرتك في السيرة الذاتية والإبداعية، ولكن بعد الفاصل. أستاذ توفيق، من شطحة إلى اللاذقية إلى دمشق، الطفل بداخلك لم تحده الأيام والسنوات، وتمنيت أن تسأل هل تذكر أنك كنت طفلا؟ نود أن نبدأ مع حضرتك من هذا السؤال. يعني يحضر ببالي في هذه اللحظة بناء على هذا السؤال، وكنت طالبا في الثانوية العامة وفي قرية تبعد عن حماه حوالي 75 كيلومترا، هي في سفح جبل ومطلة على سهل، ولم يكن هناك جرائد كثيرة أو كتب أو مستلزمات الشاب الذي لديه طموحات متوهجة باتجاه ما هو القراءة والكتابة والفكر بالشكل العام والحالة الإبداعية بالشكل العام. لذلك ربما أنني قلت في تلك المرحلة المبكرة متحديا ذلك الزمن البائس من جهة والجميل من جهة أخرى، قلت: طفل أنا أخطو ولي لعب، أفق ترامى فوقه السحب، وغمامة تبكي وسفح شذا، ألقا على الآفاق أنسكب، وهج المسافة جن في جسدي، في كل ضلع جامح يثب، ورنيم أجراس الندى بدمي، والصبح أم للندى وأب، وجوارحي للهم قافلة لمواكب الإنسان تنتسب، يجري بأوصالي غد ألق، وعلى جبيني ترتمي الشهب. أيضا لو عدت إلى الوراء ليس قليلا بل كثيرا، إلى الرابع الابتدائي، ذلك العام هو أول عام قرأت فيه كتابا كاملا، أعارني الكتاب أحد أساتذتي في المرحلة الابتدائية اسمه الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران. والحقيقة
كان في الضيعة ربما مكتبة واحدة فقط عند صديق رحمه الله وشاعر كبير اسمه عز الدين سليمان، وأنا لم أكن أستطع أن أشتري كتابا واحدا على الإطلاق في رابع وخامس وسادس يعني. فتح لي مكتبته كلها. عندما قبل أن أصبح قبل أن أحصل على الثانوية العامة حصل أن عددت الكتب التي قرأتها، فكانت 800 كتاب قبل الحصول على الثانوية العامة، وربما كانت هي زادية حتى الآن، لأن من يتقدم به العمر ويذهب باتجاهات أخرى كثيرة في الحياة تقل قدرته ووقته على القراءة. ويلاحظ أستاذ القراءات أيضا والحفظ من القرآن الكريم والإنجيل وكثير من الكتب الدينية، بالإضافة إلى الثقافة الواسعة التي تغذيت بها، بالإضافة إلى جمالية المكان التي أثرت أيضا ما نقرأه من شعر توفيق أحمد. ما أنا نتحدث عن الشعر، دعنا نذهب إلى القصيدة. هل تذكر يا أبي، هل تذكر مثلي يا أبي ذلك البابونج المتدلي من على شرفة بيتنا الطيني؟ أنا أذكر تلك العاصفة، تقول كان الوقت وجعا وغبارا. ماذا تريد أو بما تريد أن تذكر والدك اليوم؟ وماذا تريده أن ينسى؟ ماذا أريده أن؟ بما تريد أن تذكره وما الذي تريده أن ينساه؟ أريد أن أذكره أننا أولاده جميعا نحبه كأب وكرجل، وأريد وبشفافية أن نسامحه على أخطائه التي لها أسبابها الكثيرة جدا، ومنها الزمن طبعا والبيئة والحياة بشكل عام. وأريد أن ينسى، هذا السؤال حقيقة صعب، لكن ربما سأخترع جوابا الآن، وربما إذا سألتني غدا سأغير الجواب. يعني أريده، هل يجوز لي أن أقول له أريده أن ينسى أنه من الموتى الذين سيذهبون إلى اتجاه غير مرض له، أريده أن يقتنع أنه ذاهب إلى أماكن في الحياة الأخرى ربما تكون أكثر جدارة ودفئا من الحياة التي عاشها. إلى النور، إلى النور دائما. في وجعك المستبد أيضا تقول إلى أمي مرة أخرى ودائما، عندما جمحت بنا تلك السيارة باتجاه الطريق الجبلي الوعر، كان الوقت كآبة وحماقات. أيضا ماذا تحدثنا عن الأم أو عن الطفل في حضن أمه، وأيضا البيت الريفي المحتضن لجميع الأصدقاء؟ الصراحة هذه القصيدة كان سببها أن أخي كان عمره، أو أحد إخوتي كان عمره سنة ونصف، ونتيجة خطأ طبي من طبيب العائلة حسين. نعم. ربما لا، لم يكن حسين اسمه، لا، حسان ومنعم وحسين. حسان. نعم. بسبب خطأ طبي أماته الطبيب، وهو طبيب العائلة، وتعلمين أخلاق القرى، مات أخي ولم نقم عليه دعوة، حتى ولم نخاصمه، اعتبرنا التمس لأخيك عذرا. كنت في سن مبكرة، وأتينا بأخي من المشفى الوطني باللاذقية، وعبرنا الجبال والمنحنيات الصعبة، وأتذكر أن أهلي وهم كثر جدا في المنطقة استقبلونا بالبكاء الشديد. هناك مقولة أخرى في هذه القصيدة، أن أمي رفيقتي. أمي رفيقتي، أمي أمية من حيث التعليم، ولكنها علمتني الكثير من الشعر، ليس الشعر الشعبي فقط، وإنما الشعر الموزون طبعا والمكسر
قليلة من حيث الوزن، لكن والدها كان فقيها كبيرا، وكانت تحضر مجالسه وحفظت عنه الكثير الكثير، وأنا حفظت عنها الكثير الكثير. نعم. إذا ما تحدثنا عن أيضا البحث عن أفق لمحمد جمعة حمادة، نجد بأن حضرتك يوجد كثير من الاحتفاء بالأمكنة وبالحسب والنسب أيضا. ماذا تظن حضرتك بأن توفيق أحمد أضاف لقائمة الشيخ محمد أيوب أحمد؟ صحيح، الذي أنا أخذت عنه قائمة النسب وهو ابن عم والدي. أكل حال، أولا محمد جمعة حمادة عندما كتب عني هذا الكتاب كنت لم أره على الإطلاق ولم أسمع به حتى. التقيته بعد كتابته هذا الكتاب عني بخمس سنوات. التقيته بدمشق وتعرفت إليه وتعرفت إلى يعني قائمة من كتبه التي كتبها عن كثير من الناس وعن كثير من الموضوعات. أنا يعني أجري معي الكثير من اللقاءات التلفزيونية، أعتقد أن هذا اللقاء دخل في العمق أكثر من أي لقاء آخر. لذلك مسألة الحسب والنسب وماذا أضفت، أنا لا أعتد بالأشخاص، بالجد والأجداد، ليست المسألة كذا، ولكن الحقيقة أردت من إيراد هذا الحسب والنسب في هذا الكتاب أن أحارب أمراض المجتمع، وهي كثيرة جدا، وأنا مستعد لشرحها في أي وقت وفي أي محاضرة، لأنني مقتنع أننا جميعا وكما يقول التاريخ وكما تقول كل الوثائق أننا أبناء أمة واحدة، وأننا أبناء أجداد، وأننا أقرباء جميعا، ولكن الواقع يقول بالتفسخ، وأنا لا يجوز أن أقول ذلك، يجوز أن أقول عكس ذلك، لكن طالما أن السؤال صريح إلى هذا الحد أنا أدعو إلى نبذ كل طائفية وكل عشائرية وكل قبلية لو غطاها الدين أنا ضدها، ولو غطتها السياسات كلها أنا ضدها، ولو غطاها أي شكل أو أي إيديولوجيا أنا ضدها، يعني أنا مع الإنسان. نعم، الإنسانية هي أرفع وأعلى قيمة. تقول أستاذ توفيق أنا أرثي نفسي كل يوم، ليس بالمعنى السطحي العابر إنما بالمعنى العميق الذي يتجاوز المحسوسات الشكلية. هل سبب ذلك خبرة الفقد المبكر؟ يعني حضرتك فقدت أكثر من أخ، ويعني هذا الفقد المبكر أو هذه حالة الحزن المبكرة مع الطفل وفيما بعد، وأيضا حتى أخوك محمد وحسين ومنعم وحسن، كيف انعكست فيك شعرا أيضا؟ أنا مستغرب من أين حصلت على كل هذه المعلومات الحقيقة. أولا، ثانيا، لا أنا لا أقصد يعني أرثي نفسي، لا أقصد موت إخوتي، هذا أمر يعني طبيعي. قصدت حالة الحزن من التي عايشتها، هل انعكست ربما بناحية أخرى عندما تقول أرثي نفسي؟ ما المقصود بأرثي نفسي كل يوم؟ لا، كمان لا أقصد ذلك. أنا عندما أقول أرثي نفسي يعني عندما لا أقدم كل يوم شيئا جديدا، عندما لا أعمل، عندما لا أتقن عملي، عندما لا أكون فاعلا في الخير، عندما لا أكون جميلا، عندما الإنسان لا يكون ذلك، يجب أن يرثي نفسه. طيب في ناحية أخرى، حضرتك تسرد أو تحب أن تسرد كل المشاغبات الطفولية في مرحلة الطفولة، في مرحلة اليفاعة أيضا، وتخصص لها يعني، ولكن لم يكن لك رواية بما يخص هذا الشيء أو مؤلف ربما خاص. صحيح. وقلت ربما قد يحدث فيما بعد، ولكن هل يجرؤ الأستاذ الشاعر توفيق أحمد على سرد أيضا أحداث أو تجارب خاصة خلال المناصب الإدارية التي توليتها، كما كنت تسرد القصص الجميلة أيام الطفولة؟ سرد حكايات التي مر بها الإنسان عبر الشعر يمكن أن تكون بالإيحاء، أن تكون بالرمز، وليس المقصود
سرد حكايات ذاتية، إنما نعم. المقصود الرمزية، نعم، تشكيل أهداف نعم. ورؤى منها ربما تفيد المجتمع. الحالة الإعلامية قد يكون لدي الأكثر بكثير من حالتي الحياتية، لأن نطمع بصيرة لأنها ذاتية امتدت بأكثر من 30 عاما وأكثر. نعم. وكنت مديرا لفترة طويلة، حتى في تونس كنت مدير لجنة مدراء التلفزيون يعني، وفي القاهرة وفي تونس، لي تجربة إعلامية واسعة للغاية، ولدي الكثير جدا جدا من الأحداث. هذه لا يمكن أن تكون ضمن الشعر، هذه يجب أن تكون في كتب أخرى أكتبها أنا، أو نكتبها أنا وزملائي الإعلاميين، أو نتفق. هذه لها مسارها الآخر. نعم. التمرد الذي نلحظه في شعرك ومحاولة خلق الدهشة لدى القارئ وجعله في مواجهة مع الواقع المعاش، كيف انعكس إنجازا وعملا في إدارة مجلتين مهمتين في سوريا، المعرفة وأسامة؟ الحقيقة أنا شخص متمرد جدا، وأبدو أمام الناس أنني في غاية الدروشة ربما، لكن ولدت متمردا ولم أؤذي في حياتي أحدا، لكن أنا متمرد على كل واقع ليس مستنيرا، على كل واقع لا يقدم شيئا للحياة والناس. مسألة المعرفة وأسامة، أنا لم أكن رئيسا لتحريرها ولم أكن رئيسا لتحرير لا المعرفة ولا أسامة، وإنما أنا الذي اخترت رئيس تحرير المعرفة، وأستطيع أن أذكره الآن، اسمه الأستاذ ناظم هنا، لأن ثقتي به كبيرة بشخصه وبثقافته الواسعة. حضرتك كنت مدير لهيئة العامة السورية للكتابة، وبالتالي مشرف على المعرفة وأسامة، وأنا الذي اخترت قحطان نعم. بيرقدار، فبالتالي كل شيء كان تحت إدارة حضرتك. أنا كنت مصرا أن يكون كل شيء تحت نعم. إدارتي. أنا اخترت هذين الشخصين رئيسين للتحرير، وأنا حتى هذه اللحظة، هذا الحكي من 7 سنوات نعم. هذا الكلام، وأنا إلى الآن يعني متأكد أنني فعلت خيرا، وأعتذر من الذين كانوا قبلهم، لأنه لم يكن لدي موقف شخصي على الإطلاق منهم نعم. إنما الموقف معرفي وفقط. وتم اختيارك رئيسا للجنة التلفزيون في اتحاد إذاعات الدول العربية، وكنت حضرتك رئيس وفد الإذاعة والتلفزيون لمهرجان القاهرة السنوي، وأيضا رئيس وفد الوفد السوري لمهرجان تونس للإذاعة والتلفزيون. يعني هنا مسؤولية كبيرة بما يجب أن نصدره إعلاميا عندما ننقل الرسالة أو الصورة إلى الخارج. صحيح. ماذا حاولت؟ هذه كانت الحقيقة مهمات كبرى جدا. نعم. كنا القطاع العام الذي هو التلفزيون والإذاعة، والقطاع الخاص لجنة صناعة السينما، الإخوة الذين ينتجون مسلسلات، ونحن في وفد واحد، وحصل أن كان 3 مرات برئاستي وفي القاهرة، وفي أحيانا كنا نكون 70 شخصا وأحيانا نكون 100 شخص، نعرض ما أنجزته سوريا، ما أنجزته، لا نستطيع أن نقول إلا ما أنجزه البلد في مهرجان عالمي كبير، وكنا ننجح كثيرا وحصلنا على جوائز كثيرة بالإذاعة والتلفزيون وفي القطاع الخاص في كثير من شركات الإنتاج السورية. ومعلوم لكامل أصقاع الوطن العربي أن سوريا رائدة جدا في مجال الدراما وفي مجال البرامج الإذاعية والتلفزيونية. وحصل أن ذهبت إلى الجزائر أنا في عام 2005 كواحدة من المرات التي ذهبت وحصلت فيها على جوائز، ليس لي إنما للمؤسسة التي أعمل بها، حصلت على جائزة أفضل تبادل إخباري بين البلدان العربية، حققه التلفزيون العربي السوري، رغم أن أغلب التلفزيونات العربية يصرف عليها المال أكثر مما يصرف على تلفزيوناتنا بكثير، ولكن العاملين بشكل عام في الإعلام أنا برأيهم أبطال، وهم خلاقون وهم معطاؤون جدا.
نحن بحاجة إلى هذا التطوير المستمر في مجال الإعلام، وبحاجة بصراحة سوريا إلى كل المحبين المخلصين الذين يعملون فعلا لأجل هذا الوطن. إذا ما ذهبنا إلى دراسة شعر توفيق أحمد نقديا، سنذكر على سبيل المثال للحصر البحث عن أفق محمد جمعة حمادة، وأيضا حارس الحبق للدكتور هايل الطالب رئيس تحرير مجلة البعث في جامعة دمشق، الأستاذ في عفوا في جامعة البعث، رئيس تحرير مجلة الجامعة، الجامعة نعم جامعة البعث، وهو نائب عميد كلية اللغات، نعم اليوم هو أستاذ في جامعة البعث أيضا، وهو وأيضا الصورة الشعرية عبد الله الشاهر، الصورة الشعرية كتبها بكتاب كتبه عني دكتور عبد الله الشاهر أيضا، دكتور عبد الله الشاهر، وفارس وتخوم مرهف زينو وعمر جمعة. ما الكتاب الذي أنصف الشاعر توفيق أحمد؟ والله أنا أشكرهم جميعا، ولكل كتاب كل كتاب له لونه، أشكرهم جميعا. في كتاب الدكتور هايل جهد كبير أكاديمي كبير، في كتاب الدكتور عبد الله الشاهر جهد كبير، في كتاب البحث عن أفق توفيق أحمد الذي ألفه محمد جمعة حمادي كتبه وأنا لا أعرفه، وأتذكر أنه وجه لي عبر الإيميل 100 سؤال، نعم، واعتذرت عن حوالي 40 سؤالا، توجد في آخر الكتاب، في آخر الكتاب أنا اعتذرت نعم. عن حوالي 40 سؤالا، قلت له ليس من اختصاصي وليس من مسألتي وليس من اهتماماتي، ولا يجوز أن أجيب على أسئلة لا تخصني، وأنا أكره، يعني خلينا دعيني أقول لا أكره، دعيني لا أحب التنظير، نعم. أحب أن أقول حقائق دائما ومعلومات طبعا مغلفة بلغة شعرية. فأنا اعتذرت عن 40 أو 50 سؤال أو أقل، وأجبت عن 50 سؤال كما يعني أعتقد أنني كما أفكر وكما أعتقد. هذا بالنسبة لفارس وتخوم، هو تجميع، نعم، يعني حوالي 40-50 دراسة في كتبت عني، هم استخلصوها من حوالي 200 دراسة مكتوبة، نعم، عن أعمال الشعرية، نعم. بالنسبة لفارس وتخوم مرهف زينو وعمر جمعة، إذن لكل كتاب لونه، لا تشبه هذه الكتب بعضها. لكن يعني حضرتك هناك شغف كبير لدى الجميع للكتابة والدراسة في شعر توفيق أحمد، وهذا فعلا لا يحظى به كثير من الشعراء على أهميتهم، يعني هناك بعض من الشعراء فعلا هم مهمون لكن لا يحظون بكل هذا الكم من صحيح. الدراسة وأيضا رسائل دكتوراه وماجستير أيضا صحيح. في شعر حضرتك. ويقول الدكتور هايل الطالب في حارس الحبق يعني أو في المقدمة، يقول هناك من يسأل لماذا توفيق أحمد صحيح. برأيك ما الإجابة على هذا السؤال؟ يعني أنا سأبرئ نفسي، يعني أنا لم أطلب من أحد أن يكتب عني، لكن ربما يعني سوقت أشعاري. أنا شاركت في كل مراكز الثقافية في سوريا، شاركت في الجامعات، أنا لم أبخل بتوزيع كتبي، أنا وزعت مئات الكتب أو آلاف الكتب في الجامعات وخصوصا في أقسام اللغة العربية مجانا ومع الإهداء. هل تظلم شعرك إذا قلت بسبب التسويق هو تمت الدراسات عنه؟ التسويق ضروري طبعا، نعم، لكل شخص. لذلك أنا من أجل أن أنصف زملائي الذين هم في غالبيتهم أقدم مني في الحالة الكتابية السورية، أنا رئيس تحرير جريدة الأسبوع الأدبي في اتحاد كتاب العرب، كل أسبوع أكتب عن شخص وهو لا يتوقع أنني أكتب عنه. مثلا هذا الأسبوع كتبت عن دكتور وهب رومية، وهو من الأشخاص الذين لا يريدون أن يكتب عنهم. صحيح. في الأسبوع الذي يليه عن علي مزعل كاتب روائي من الجولان، الذي قبله عن حنة عبود وعن سمر الديوب وعن سأكتب عن دكتور محمود السيد. يعني أنا من تريد أن تؤلف عنه؟ عفوا أنا لا أريد أن أكتب ولا مرة واحدة عن نزار قباني ولا عن سعد الله والنوس في هذه الزاوية الأخيرة. طبعا أنا مع كتاب الدراسات عنهم ونشرها، لكن أنا يعني أقول إن كثيرا من الذين سبقونا وسبقوا هؤلاء الذين أتحدث عنهم
أخذوا حيزا هائلا من التسويق والإعلامي. يجب على الذين أتوا بعدهم من ليس من باب ثقافي فقط ومن باب أخلاقي وإنساني أن يأخذوا حقهم في تسليط الضوء. التسويق في غاية الضرورة قد يكون موازيا للقيمة الإبداعية. إبداع ويركن في الزاوية لا يصل إلى أحد. اسمح لنا أن ننتقل إلى فقرة عن قرب لنكون أقرب من شعر توفيق أحمد، ولنذهب أيضا إلى بعض الدراسات النقدية. تفضل. أهلا ومرحبا بك من جديد الشاعر توفيق أحمد. اسمح لنا نبدأ بفقرة عن قرب بحارس الحبق، تجليات خطاب العشق في شعر توفيق أحمد للدكتور محمد هايل محمد الطالب. ذكر الدكتور هايل بأنه أعادت الطباعة وهو صادر عن الهيئة السورية للكتاب مرة ثانية، وهو أجرى بعض التعديلات في الطبعة الثانية. نعم، ولكنه ربما سيجري تعديلات في الطبعة الثالثة لأنها نفدت الطبعة الثانية أيضا. نعم، يعني دائما هناك كثير من الكتب لحد الآن. أنا أخجل من قول الطبعة الثانية والثالثة والرابعة، لكن هذا ما يحصل يعني. دكتور هايل معنا على الخط، يسعد أوقاتك أستاذ الدكتور هايل الطالب. وأوقاتك. أهلا وسهلا فيك. أسعد الله أوقاتك وسلام للأستاذ توفيق أحمد الشاعر الجميل ولك على هذا الحوار الأنيق. يعني كنت سأسأل الأستاذ توفيق عن تحدث حضرتك عن التعديل في الطبعة الثانية من كتاب وبعض الملاحظات في الطبعة الثانية من كتاب حارس الحبق. هل هي كثيرة تلك الملاحظات؟ هل يمكن أن تذكر لنا أهم ما يمكن أن يكون قد عدل بين الطبعة الأولى والثانية؟ الأول حقيقة أنه لا يوجد ناقد أو كاتب يقدم كتاب في يوم إلا ويأتي اليوم الثاني ويشعر بعدم الرضا، يعني عين الرضا كليلة دائما. أنا أذكر أنه عندما أعدنا الطبعة الثانية حاولت أن أدقق بعض الأشياء، وجدت نفسي أدخل أيضا في أفكار وفي رؤى نقدية جديدة، لأن النص المحرض هو دائما ولاد للمعاني، وأنا دائما أقول أن المعنى شاسع واللغة ضيقة. نصوص توفيق أحمد هي من هذا النمط، النصوص الفياضة، يعني التي لا تستطيع، نصوص مواربة مراوغة، يعني كلما تظنين نفسك أنك قد التقطت المعنى من جهة يأتيك معنى آخر من جهة أخرى. وأنا أقول دائما أن النص المميز والمبدع هو النص المفتوح، أي النص المحرض على القراءة دوما. دكتور هايل، لنستغل الوقت مع حضرتك، دعني أضيء على بعض النقاط التي ذكرتها في الكتاب. عندما تحدثت عن الخمر وذكر بعض المعاني الموجودة أو مكررة في شعر توفيق أحمد، تقول: وإذا علمت أن الشعر في الشاهد الثاني فالعشق سكر دائم بغير خمر. هل يمكن، كيف تقرأ التصوف في شعر توفيق أحمد؟ يجب أن يكون تعامله مع الأشياء ورؤاه الفلسفية للأشياء وللكون وللمرأة وللحياة ولكل التفصيل من تفصيل كما يتعامل الشاعر بهذه الرؤى، فإنه يتعامل بأشيائه الخاصة، أي القدرة والحساسية على المتعارف أو اللغوي إلى مدلولات أخرى ولكن أرجو أن لا يفهم التصوف بالمعناه الديني أو وإنما بمعنى الفني، بمعنى أنه حساسية التعامل مع اللغة حرير
وكتب عني وأنا لا أعرفه إطلاقا، رغم أنني في قرية، ورغم أنني القرى في قرانا تجنح باتجاه التقليد، باتجاه العمود كشعر، باتجاه الوزن، باتجاه الغنائية، ولكنني في ذلك الوقت وفي تلك البيئة كتبت قصائد نثرية كثيرة، لكن لم تلاقي رواجا كثيرا، وأنا كنت معجبا بها جدا، فعدت إلى العمود ثم قرأت رواد قصيدة التفعيلة، ورأيت أنني قد أكون في التفعيلة أفضل من هذا وذاك، لذلك حتى الآن لم أستقر على أي شكل من الأشكال الشعرية الثلاثة، العمود والتفعيلة والنثر. يعني يقال بأن يعني توفيق أحمد، الشاعر توفيق أحمد، في أيضا قرأتها صحفيا، الآن أذكر اسم الصحفي، بأن الشاعر لم يلعن النوع الشعري الذي تركه. يعني عادة الشعراء يقولون أنا ضد قصيدة العمود أو ضد قصيدة النثر، أنت كنت تعتذر للعمود عندما تكتب النثر، ولكن هناك رأي آخر يقول بأن توفيق أحمد لم يوفق كثيرا في قصيدة النثر كما وفق في بقية الأنواع الشعرية. ما رأي حضرتك؟ أنا سأفاجئهم بأنني أكتب نثرا من طراز رفيع. نعم. على قصيدة اللعن، أنا لا ألعن صديقا وأصبح خصما. نعم. لا ألعنه وهو خصم على الإطلاق، فكيف ألعن شكلا. نعم. شعريا نزفت فيه روحي في وقت من الأوقات. ويقول أيضا الناقد محمد جمعة حمادي، لقد ولدت تجربة توفيق إحساسا عارما بأهمية الخروج على التآليف النمطية في تكرارها معنا ومبنى، كان الرجل دليلا إلى الشعر الصافي. كيف تقرأ هذا الكلام؟ هذه وجهة نظر، ولا أعرف أنا كيف كان قرأني. في شارك تمرد كثير على الصورة النمطية أو على بعض التآليف النمطية، يعني أنا لاحظي نعم، كان عمري 17 عاما، لتأكيد هذا التمرد. نعم. قلت قصيدة أذكر منها، انتبه جيدا، قالوا أتولد بالحرام قصيدة، قلنا نعم وتفوق كل حلال. هيك إجا على بالي حكيت هذا الموضوع. هذا النوع من التمرد. مرة قرأت للناقد الكبير كمال أبو ديب. نعم. أستاذ الكرسي الدراسات العربية في جامعة إكسفورد، وهو يعني بريطاني، ولكنه الحقيقة هو من صافيته، هو من هنا. التقيته وقلت له كل حياتك تقرأ شعرا منثورا غربيا وغير ذلك. نعم. سأقرأ لك قصيدة عمودية. وكنت أتغدى معه في مطاعم صافيتة، وكانت بالنسبة لي دهشة كبيرة، أنا جالس مع كمال أبو ديب الناقد العالمي. يعني قرأت له قصيدة عمودية، ولأنه شخص في غاية الفهم، شاسع اللغة والفهم والتجربة والحياة، قلت له كتبت قصيدة صينية مرفوعة، والبيت الأخير بقيت سنة لم أستطع أن أكمل الشطر الآخر، سنة كاملة. نعم. بعدين بلحظة واحدة طلع قال ما هو البيت؟ القصيدة هي صينية مرفوعة، كانت إذا رغبت تمد يدا للشيخ يهديها وللقس، وإذا تمنع خصر رغبتها للروم تلويه. طبعا هذه قصيدة كنت في 20 عام 21، أنا لا أكتب الآن مثل ذلك الوقت. كانت إذا رغبت تمد يدا للشيخ يهديها وللقس، وإذا تمنع خصر رغبتها للروم تلويه وللفرس، هي مثل قبطان البحار إذا رغبت بشط عنده ترسو. البيت الأخير الذي يعني أشكل علي كثيرا، البيت الأخير يقول أبعاد هذا الكون 4، وبقيت سنة لم أستطع أن أكمل الشطر الثاني، فأكملته فقرأت له، قلت له هذه الحكاية. طبعا الشطر الثاني
كان على الشكل التالي: أبعاد هذا الكون أربعة، ولا أنت فيه لأربعي خمس. ضبط البيت تمام يعني، بس بعد سنة قال لي: جيد جدا جيد جدا، ولكن أبعاد الكون، لأنه ناقد يعني وكبير، لكن أبعاد الكون ليست أربعة ولا خمسة، هي ستة أبعاد. هناك بعد فيزيائي آخر يعني. لكن جميل جدا يعني، حتى منذ البداية هناك من يرى فرق، وهذا طبيعي بين يعني كلما تقدم الشعر كلما أزهر وأثمر أكثر. هناك من يأخذ يعني على شعر توفيق أحمد بعض يقول، وهو الصحفي إبراهيم عباس ياسين، ولكن سنتحدث أكثر عن بعض النقاط التي ذكرها، ولكن اسمحنا نروح للصدى لحتى نحكي مع نقاد ونأخذ آراء شعراء أيضا وأصدقاء ونتحدث أكثر في صدى. تفضل. اسمح لنا أستاذ توفيق مباشرة نروح لاتصال مع الشاعر والأديب عصام خليلي، نطل أكثر وعن قرب على التجربة الشعرية أو المسيرة الشعرية للشاعر توفيق أحمد. يسعد أوقاتك أستاذ عصام. سلامات، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك. نود أن نطل من وجهة نظر حضرتك على القصيدة لدى الشاعر توفيق أحمد. تحياتي لك وللأخ توفيق أولا، وشكرا للاستضافة ولإتاحة الفرصة للتحدث عن تجربة أظنها نوعية. فالشاعر توفيق أحمد تمكن من حجز سمائه الخاصة في فضاء الإبداع، إن كان في الشعر السوري خصوصا أو في الشعر العربي على وجه العموم، الذي أصبح مأهولا بتجربته النوعية. هذه التجربة مؤسسة على قسوة الخيبات وانهيار الأحلام، لذلك نشعر أنها صرخة الروح في براري الوجع. يعني توفيق أحمد لم تكن حياته سهلة ولم تكن تجربته بسيطة بالمعنى الإنساني السهل، بل على العكس من ذلك، كانت تجربة بالغة القسوة بالغة الشدة. حفر طريقه، ولا أقول شقة، حفر طريقه بيدين عاريتين إلا من الإرادة والتصميم. هذا انعكس كله في لغته الشفافة المحلقة التي تحيلنا إلى دلالات غنية مختلفة، لأنها تعمدت بثقافة واسعة وخبرة حياتية عميقة، أكسبته القدرة على إثبات فرادته وتميزه في وسط يعج بالأسماء اللامعة التي كانت بلا شك، أو التي مثلت تحديا واضحا في التميز عنها فضلا عن مجاراتها أو تجاوزها. أستاذ عصام، اسمح لي كمان استغل الوقت مع حضرتك لأسألك، يعني يقال بأن ميل الشاعر الشديد لتبسيط لغته وتخفيفها من بعض القيود والحواجز قد تقف حائلا بينها وبين الآخر، يقصد المتلقي، أوقع بعض هذه القصائد في مطب النثرية العارية من أي قيمة جمالية أو إبداعية، يعني قد تذهب باتجاه العادية والإيقاع الشعري لا يمكن أن ينقذها. ما رأيك بهذا الكلام؟ بعض القصائد يعني بالنسبة للأخ توفيق أو لتجربة الأخ توفيق، لا أعتقد أن هذه المقولة قد تنطبق على تجربتي، وكنت سأشير إلى أن النقد مقصر جدا في الإضاءة على تجارب نوعية. لاحظي أن النقد العربي بشكل عام والسوري بشكل خاص قتل تجارب النجوم دراسة وتمحيصا، لكنه لم يعطي الاهتمام المستحق لتجارب أسست توجها نوعيا في الشعر العربي. وأنا تقديري أن الأخ توفيق لم يتم إنصافه من قبل النقد، الذي اعتقد أن أهمية الناقد تنبع من أهمية الشخص الذي يدرسه. بهذا المعنى لا أستطيع الموافقة على ما تفضلت به في تجربة توفيق تحديدا. أنا في تقديري أن تجربته أوضح بكثير من ذلك، لأنها تنبع من القلب، وأعتقد أن ما ينبع من القلب يصب في القلب مباشرة. نعم، شكرا لك الشاعر والأديب عصام خليل، شكرا على وجودك معنا، على الوقت الذي منحته. شكرا أنا أحب قبل أن يغلق مكالمته أحب أن أقول: الأستاذ عصام خليل شاعر كبير جدا جدا.
شكرا شكرا لك أكيد. ونحن نفخر بالشاعر عصام خليل، أهلا وسهلا فيك. ويعني التخييل أستاذ، قبل أن نذهب إلى التخييل اسمح لنا يعني هيك نستمع لرد حضرتك على كلام الشاعر عصام خليل. الحقيقة أنا هو حر فيما يقول يعني، ولكن أنا يعني قرأت كل كتاباته الشعرية. هو شاعر فحل، هو شاعر يعني شاعر غنائي، شاعر قصيدة تفعيلة أولا، وهو أيضا قادر على كتابة قصيدة العمود ثانيا. هو من الذين هو يقول كثيرون لم ينصفوا، وهو ربما يكون على رأسهم. أنا يعني أجد أن لو كتب عن يعني يمكن أن يكتب عن تجربته المزيد من الكتب، ويمكن أن يلاقي النقاد فيها الكثير من الأشياء الجديدة، وخصوصا تجربة هذا من الموت. مهام تجربة من مهام الموت. مهام الاتحاد، اتحاد الكتاب العرب، ألا يمكن أن يكون هذه مهام النقاد. المؤلفين هذه هي مهام النقاد والطباعة والنشر لهم، هذه مهام النقاد. أنا أتمنى عن عصام خليل الشاعر الكبير وعن غيره من أمثاله الذين لهم بصمة حقيقية في الشعر، على الأقل السوري، أن ينظر إليهم من جديد، وليس من أجلهم ومن أجل أشخاصهم فقط، لكن من أجل الرسائل الحضارية الأخلاقية الإنسانية الواردة في كتبهم. اسمح لنا ننتقل لرأي الدكتور أحمد علي محمد، الأستاذ في جامعة دمشق وعضو جمعية النقد الأدبي في اتحاد الكتاب العرب، لنستمع إلى ما قال بعد النشرة. تفضل. اعتمد في لغته الشعرية على المغايرة، وغاية المغايرة وتكثير وأغناء اللغة الشعرية المعاصرة، لأن الشعراء في العصر الحديث وعوا بأن اللغة الشعرية لم تعد تسد الحاجة لما هو معاصر، وتوفيق شأنه شأن الكثير من الشعراء المحدثين عمد إلى تطوير، إذا قلنا، اللغة الشعرية والإضافة إليها. يحضرني تعبير من إحدى قصائده يقول فيه: إنني أدوس جثة الأمس. طبعا المعنى تراثي ومعروف عند الشعراء السابقين، وقد سبق إليه المتنبي الذي تحدث عن الزمان وكان متبرما بالزمان وبأهله، وله معنى فريد في هذا الباب، وهو قوله: وما الموت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل. أتوجه بالسؤال للأستاذ توفيق: لما عمد إلى التنويع الشكلي وتوزع شعره بين العمودي وقصيدة تفعيلة، وأي الأنواع وأي الأشكال أقرب إلى نفسه؟ شكر كبير للدكتور أحمد علي محمد، الأستاذ في جامعة دمشق وأيضا عضو جمعية النقد الأدبي. سأل حضرتك عن سبب التنوع بين الشعر وبين النثر وبين قصيدة التفعيلة، وأيها الأقرب إلى حضرتك؟ أنا أشكره على شهادته، علما أنني أجبت على هذا السؤال. قلت لك بدأت في صغري بالنثر، ثم عدت إلى العمود، ثم عدت إلى التفعيلة في وقت من الأوقات. البعض يعتبرني بارعا في قصيدة العمود، أنا أعتبر نفسي قادرا في قصيدة التفعيلة، لكن ربما في الأيام القادمة يعني سيكون لي شأن في قصيدة النثر أكثر مما سبق لي سابقا يعني. بالانتظار. نحن أستاذ توفيق اسمح لنا أيضا لنستغل الوقت أن نجري أيضا نأخذ شهادة رأي من الدكتورة والناقدة سمر الديوب. يسعد أوقاتك دكتورة. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. يعني الأستاذ توفيق وش الأعمال الشعرية له المتكاملة برأي لحضرتك،
وأنت تقولين فيه: وقد أدرك توفيق أحمد أقانيم الجمال حين أدرك ماهية وجوده شاعرا وإنسانا، فتجلت ذاته المبدعة وهي تتماهى في موضوعها الجمالي وتفلسف وعيها الجمالي. تقولين: إذ تنجم الفلسفة الجمالية عند الشاعر من خلال وعيه حقيقة الوجود الإنساني واستشراف أهداف هذا الوجود. كيف يكون وعي حقيقة الوجود الإنساني واستشراف أهداف هذا الوجود لدى الشاعر؟ نعم، بداية مساء الخير، تفضل مشاركتي في هذا اللقاء الثقافي الماتع معكم، أجمل التحايا لكم جميعا. تجربة الأستاذ توفيق أحمد تجربة غنية جدا، ومن دواعي سعادتي أن أسجل هذه الشهادة في فعل شاعر ترك بصمة مائزة في ساحة الشعر المعاصر. يتسم شعر الأستاذ توفيق أحمد بالتفرد في جوانب متعددة، فشعره طافح بعناصر الشعرية التي نتلمسها بدءا بالعتبة النصية: لا هدنة للماء، أكسر الوقت وأمشي، حرير للفضاء العاري. فللون شعريته وللماء شعريته، ومن التضاد بين الماء والنار نتعرف رؤيته ورؤياه، فأغلب ما في شعره ينجم عن المرأة والأرض والماء. لقد قدم سؤالا وأجاب عنه في شعره: أليس الوجود الإنساني للإنسان أعظم ما في هذا الوجود؟ يرى أن من يطالب بوجود الآخر يجب أن يكون هو موجودا أولا. ولم تقتصر فلسفته الجمالية على لذة المحسوس، بل تجاوزته إلى المعقول بهدف بناء الذات الإنسانية من داخلها، فكان من نتيجة ذلك فلسفة تعادلية يمكن أن نقول عنها إنها لذة الألم. فأية لذة في جمال الوجود يجب أن تبنى على ألم معين استشعارا بوجودها. ويؤكد جميع الفلاسفة كسانتيانا وغيره أن اللذة لذتان، حسية ومعنوية، فما من شيء إلا وهو منقسم إلى قبيح أو جميل، وكل طرف يوقظ ما يقابله. أود أن أتحدث هنا عن شعرية الكتابة عند الأستاذ توفيق أحمد. لو سمحتي باختصار دكتورة لنستغل الوقت. تفضلي. نعم. أفرد في ديوان لا هدنة للماء فصلا بعنوان من كتاب البحر يجمع بين الماء والكتابة، ويبدو أنه متأثر ببعض كتابات الصوفية، فقد عرف عنهم أنهم كانوا يطلقون اسم كتاب على مؤلفاتهم ككتاب المواقف والمخاطبات للنفر. نعم. فإن كان هذا الأمر حاضرا في ذهنه، عنا ذلك أن كتابته تنتسب إلى إرث ثقافي، فقد أرسى نمطا كتابيا يأبى التصنيف. نعم. وهو في إيقاعه الشعري يسير في معارف الحداثة واعيا بما يفعل. نعم. فقبض على جمر الهوية وجذور التراث العربي، وجدد حين مزجا واعيا بين تفعيلات المتقارب والخبر مثلا في بعض المواضع. نعم. ورغب في كسر القالب النمطي. دكتورة، احنا بحاجة إلى كل هذه الدراسة النقدية الغنية والعميقة عن الشاعر توفيق أحمد، بحاجة إلى حلقة كاملة مع حضرتك لنتحدث ونسبر أغوار القصيدة والشعر والتخييل وأيضا النزعة الصوفية في شعر توفيق أحمد. شكرا لحضرتك الناقدة الأستاذة الدكتورة سمر ذيوب، أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا لك. شكرا أهلا وسهلا. شكرا للدكتورة، شكرا جزيلا. يعني تحدثت عن كثير من النقاط الشعرية وهذا اللون عالي من الشعر لدى حضرتك، اسمح لنا، عند حضرتك أي تعليق؟ لا، ليس لدي أي تعليق. أنا مسرور أن كل من يتحدث باتجاه، لا يوجد هناك تقارب في الرؤى. أنا مسرور في توزع هذه الرؤى في تجربة الشعرية. يستحق حرف توفيق أحمد كل هذا الغنى وكل هذا الشغف للدراسة، يعني والوقت لم يسعفنا نتطرق أيضا إلى الدراسات والأبحاث العلمية في شعر الشاعر توفيق أحمد. اسمح لنا أن ننتقل مباشرة إلى الدكتور عبد الله الشاهر مدير تحرير جريدة الأسبوع الأدبي لنستمع إلى رأيه وبعد نعود. تفضل. ظلت ميزاته الشعرية قريبة من الناس. السبب في ذلك أن توفيق أحمد بقي أمينا على ما بداخله، بعلاقته مع الريف، مع الطبيعة، مع الضيعة التي حاول أن يجسدها في شعره، وأن يعكس ذلك الشعر حالة راقصة في حياة توفيق أحمد. يضاف إلى ذلك أن الصورة لدى توفيق أحمد كانت واضحة
وناصعة وتتجلى في جملة من العلاقات الإنسانية. توفيق أحمد، لماذا تراجع الحب في شعرك؟ شكر للدكتور والناقد عبد الله الشاهر. لماذا تراجع الحب في شعرك أستاذ توفيق؟ ربما لصالح حب آخر، يعني في اتجاهات أخرى. هو لم يرني منذ 3 أسابيع، سأخبره أن ضخا جديدا من الحب يعني يعتمل في نفسي، سأخبره عنه عما قريب. يعني الحب دائما موجود والمحبة أيضا في شعرك، وحرفك كان نابضا فترة الأزمة والحرب العاتية على سوريا، وحب الوطن الذي كان فعلا ينبض به شعر حضرتك، وننتظر دائما ما تكتبه لنا عن الحب. اسمح لنا أن ننتقل مباشرة إلى رأي الأستاذ الدكتور غسان غنيم، أستاذ الأدب الحديث والمعاصر أيضا في جامعة دمشق، بعد أن نرجع. تفضل. من أكثر الأشياء وضوحا التناص الذي يسمى تناص الامتصاص، حيث لا يقدم عبارات محفوظة سلفا، وإنما يقدم أجواء تفيض بها التجربة السابقة ليضعها في تجربته، فتبدو أكثر جمالا وأكثر بهاء وبعيدة جدا عن كل ما له علاقة بالتضمين أو ما يمكن أن نسميه الاقتباس أو ما إلى ذلك. لم يكن يعني في قصيدة النثر تتساوى تجربته مع تجربته في قصيدة التفعيلة والقصيدة الكلاسية القديمة، حيث بدت يعني تجربته خجولة نوعا ما، إلا أنه استطاع أن يجيد في كتابة اللغة الشعرية التي تجعل من هذا النص أقرب ما يكون إلى الحالة الشعرية، بعيدا عن المزينات أو بعيدا عن المساعدات التي توجد في القصيدة القديمة والقصيدة وقصيدة التفعيلة. يمكن أن نسأل الأستاذ توفيق أحمد عن طبيعة التزامه بمجموعة من الموضوعات التي لم يستطع أن يخرج منها. صحيح أنها موضوعات عامة، يعني موضوع الوطن والمرأة والحب، ويمكن أن نقول الصداقة، يمكن أن نقول حضور المكان لديه. لماذا يحضر المكان بشكل واضح جدا في معظم قصائده؟ فهناك مجموعة من القصائد، من يستعرض المجموعة الشعرية التي ضمت يعني مجموعاته الشعرية يجد أن المكان له حضور واضح جدا، فما سر حضور المكان في شعر الأستاذ توفيق أحمد؟ شكر كبير للأستاذ الدكتور غسان غنيم، أستاذ الأدب الحديث والمعاصر في جامعة دمشق ورئيس هيئة فرع ريف دمشق لاتحاد الكتاب العرب. صحيح. سأل حضرتك عن طبيعة يعني الموضوعات الموجودة في شعرك لم تخرج عنها الحب، المرأة، الوطن، المكان، الصداقة، ولكن المكان ركز عليه، لماذا؟ أكثر أنا يعني على مقولة السيد المسيح عليه السلام، أنا ابن الحياة، يعني قد لا أكون مهتما بالزمان بقدر اهتمامي بالمكان، لأن المكان هو حاضن الأشياء وهو حاضن الناس وهو حاضن الحياة. مسؤوليتنا عن المكان ليست مسؤوليتنا عن الزمان ككل الزمان، هذا له فلسفة أخرى يعني قد تكون يعني فلسفية دينية لاهوتية، يعني مسائل أخرى. المكان من الضرورة، المكان لا أقصد به أنا المكان الجغرافيا بقدر ما أقصد كل حالات هذا المكان، لتتعمم على كل جميع الأمكنة وربما في أنحاء المعمورة. ولكن أنا أعود إلى مسألة النقاد وأقول هناك أشياء أخرى في أشعاري أرجو أن يتنبه إليها
ليست فقط المرأة والوطن والمكان، هناك مسائل أخرى كثيرة. مثل ماذا؟ موجودة. هذه قضية النقاد، وأنا أستطيع أن أقولها عندما أفتح لك الكتاب لأنني لا أتذكر. الموت، لا مثلا الموت، حتى يعني ما قبل ما بعد، مثلا الرؤية باتجاه الماضوية، استشراف المستقبل، استشراف. تم التحدث كثير عن الاستشراف، أيضا التخييل، أيضا يعني هناك نقاط كثيرة ربما لم يسعفنا الوقت أستاذ توفيق لنحيط بها أكيد إن شاء الله في حلقات قادمة، وتستحق هذه القصائد كل هذا الاحتفاء بالحرف. حاولنا اليوم أن يعني حاولت الكلمة أن تتطاول لتليق بقامة الشعر الناهضة إلى فوق لدى حضرتك. الوقت دائما يداهمنا، بنشكر وجودك معنا الشاعر والإعلامي توفيق أحمد نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب، نورت منبر مبتدأ الكلام. شكرا لك دكتورة زينب والسيد المخرجة ولمساعديها وللمصورين ولكل كادر التربوية، أشكركم شكرا كبيرا. وأعتقد وأنا ابن الإعلام لمدة طويلة أن هذه الحلقة فيها الكثير من الأشياء الجديدة، أغبطكم وأشكركم. شكرا لحضرتك ورأيك دائما يشرفنا أستاذ توفيق، وأيضا الشكر لكم مشاهدين على حسن المتابعة. وقفنا معكم على ناصية الإبداع والإنسانية لدى ضيفنا، وما زال مبتدأ الكلام ينتظر استمراريته لديكم. انتظرونا في حلقة قادمة، إلى اللقاء.